هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. النهاردة متوقع القاهرة يكون العظمى فيها 37 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية تكون 38-26، الأسكندرية 34-25 والعلمين الجديدة 33-24، مطروح 33-25 ودمياط 34-26، بورسعيد 34-27 والإسماعيلية 40-26، السويس متوقع العظمى فيها 39 والصغرى 26 والعريش 37-24، أما كاترين 34-20 وطابة 38-28، حلايب 37-31 وشلاتين 41-30، شرم الشيخ 41-31 والغردقة 41-32، الفيوم 39-25، بني سويف 40-25، الوادي الجديد 43-24 وأسيوط 41-26، سوهاج 42-27 وإنا 43-27، الأقصر 43-28 وأسوان 44-29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. ودلوقتي معانا تاني دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الفل يا دكتورة منار. صباح الفل على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا اليوم ما زلنا متأثرين بالارتفاعات الطفيفة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، اللي تعتبر أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة في الوقت ده من السنة بحوالي من 2-3 درجات. متوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة مئوية، لكن طبعا احنا ما زلنا بنتأثر كمان بمنخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي مش مرتفع، منخفض. لا، منخفض. صحح المعلومة. ايوه، هو طبعا منخفض الهند الموسمي ده منخفض كبير بيأثر على 3 قارات، اسيا وافريقيا ومناطق كمان من اوروبا، وبيمر على البحر المتوسط مع كتل هوائية شديدة الحرارة، فبتأدي لارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير. فأنا عندي ارتفاع في قيم درجات الحرارة مع الاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة. نسب الرطوبة بتتجاوز 90 وتوصل 95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبتقل بشكل تدريجي في المحافظات الجنوبية. وجود نسب رطوبة في الجو بتخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى دايما من المسجلة. يعني احنا اليوم لو 37 عظمى على القاهرة الكبرى متوقع، محسوسة توصل ل 39 أو 40 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة. وطبعا في القاهرة الكبرى أغلب المحافظات بتتأثر بالارتفاعات الطفيفة في قيم درجات الحرارة، عشان كده طقس النهاردة هيكون طقس شديد الحرارة رطب بشكل كبير في المحافظات الداخلية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد. طقس حر رطب في السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لأنها طبعا بطبيعة الحال بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة لكن بتكون الأعلى في نسب الرطوبة. متوقع كمان مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس أكيد هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيبقى يكون ملموس أكتر في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، لكن عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل. فعشان كده احنا فترات الليل بنقول الأجواء ما بين المعتدلة الرطبة إلى المائلة للحرارة الرطبة في معظم محافظات الجمهورية، والصغرى فترة الليل بتتراوح ما بين 26-27 درجة مئوية على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى. كمان متوقع أن يكون في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، يمكن في أغلب المناطق، وخاصة هنحس بيه أكتر في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة، بنحس بيه أكتر بعد فترة الظهيرة مع دخولنا في فترات المساء وساعات الليل. وجود نشاط للرياح حتى لو سرعته مش عالية بشكل كبير يقلل بعض الشيء إحساس بنسب الرطوبة، فيساعد على اعتدال الأجواء في فترات الليل وساعات المساء. كمان ما زالت الشبورة المائية هي ظاهرة جوية بتأثر معنا فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الرؤية الأفقية، معها انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي طبعا ما بتأثرش تماما على حركة المرور وبتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس. يعني احنا تقريبا 7-8 صباحا الشبورة بتبدأ بشكل تدريجي تختفي وبتبدأ الرؤية على الطرق تتحسن بشكل كبير. متوقع معانا يكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية، يمكن متوسط قيم درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ما بين 38-39 عظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام اللي جاية كلها، فهنحس بأن قيم درجات الحرارة كمان أعلى من الأيام الماضية.
وطبعا دي قيمه درجه الحراره المقاسه، المحسوسه هتبقى اعلى بحوالي من درجتين لثلاث درجات، ممكن كمان في المحافظات الساحليه تكون اعلى بحوالي 4 درجات. بنأكد تاني لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، لأنها زي ما قلنا في الأول دي كلها قيم درجات الحرارة المقاسة في الظل، وجودي تحت أشعة الشمس هيخلينا أحس بقيم درجات حرارة أعلى، فبقدر الإمكان في فترات الظهيرة من 12 الظهر لـ 4-5 العصر أتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر. لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع مهم جدا يكون معايا غطاء للرأس يحميني من أشعة الشمس، شمسية أو كاب. مهم كمان إن احنا عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة، لازم أغير درجة حرارة جسمي باستمرار كل نصف ساعة. مهم تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وأهمهم طبعا المية، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم. الملابس بقدر الإمكان القطنية الاستفاضة فاتحة اللون، ونتواجد في أماكن جيدة التهوية، ده ممكن يساعدني إن أنا أحس بنسب رطوبة أقل وقيم درجات حرارة أقل. وبقدر الإمكان لازم ناخد احتياطاتنا عشان الارتفاعات مدة طويلة ومستمرة معانا، فلازم ما تأثرش بشكل سلبي على مستمرة لحد امتى يا دكتورة منار؟ يعني متوقع لغاية امتى؟ على الأقل نهاية هذا الأسبوع، بداية الأسبوع اللي جاي مكملين في الارتفاع، فدي الموجة دي مكملة معانا أكتر من أسبوع، فبالتالي لازم ناخد بالنا، لأن كمان الارتفاعات خلال الأيام اللي جاية هتكون ارتفاعات ملحوظة أعلى من الأيام الماضية، يعني احنا بنتكلم في ارتفاع كمان بمعدل من درجة لدرجتين عن الأيام الماضية، فبالتالي هنحس أكتر بارتفاع كمان في قيم درجات الحرارة. فعشان بس ما تأثرش علينا بشكل سلبي، لأن استمرار ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان فترة طويلة ده ممكن يأثر على صحته، فبقدر الإمكان ناخد احتياطاتنا عشان ما يتأثرش بموجة ارتفاع قيم درجات الحرارة. أكيد. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ودلوقتي هنرجع مرة تانية لهبة وشاذلي لمتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. أنا بشكرك يا هلا، وبعد ما تابعنا التعليمات المختلفة اللي لازم نتبعها في درجات حرارة مرتفعة سواء في الملابس أو حتى في العادات الصحية اللي بتخلينا نقدر على درجات الحرارة المرتفعة